أنا اسمي طارق أمزيل، مدير المبيعات والتسويق في باينانس العربي، وبشتغل مع باينانس بدير العمليات التسويق والإدارة الأعمال هنا في المنطقة العربية الشرق أوسط شمال أفريقيا. باينانس هي شركة للعملات الرقمية، بلاتفورم، منصة لتداول العملات الرقمية. والعملات الرقمية ما هو إلا مجال واحد من المجالات اللي عندنا في النظام الاقتصادي في باينانس. احنا مثلا اليوم بنعرض باينانس باي اللي هو وسيلة دفع بالعملات الرقمية للناس، ممكن تستعملها لحجز وشراء أي حاجة اللي هم حابين يعملوها. باينانس هي أكبر شركة في العالم من ناحية العملات الرقمية والتداول واليوزرز، يعني المستخدمين. المستقبل كله مزهر بالنسبة للفينتك، لأنه لحد الآن لسه 2% من سكان العالم اللي هم يعني بيتداولوا وبيتعاملوا بالعملات الرقمية، يعني لسه في 98% اللي ما زال السوق متاح فيها للناس تكبر وتتعلم بالنسبة للعملات الرقمية. باينانس باي هي مجرد منتوج من منتوجات اللي تعرضها باينانس، لانه باينانس باي بيخلي الناس يستعملوا الكريبتو اللي عندهم في العملات الرقميه ولا العملات المشفره اللي عندهم في المحفظه معانا في باينانس لشراء اي غرض اللي هم يعني محتاجينه، فمن الميرشنتس، من التجار اللي عاملين شراكات معانا. يعني ممكن تحجز اوتيل، ممكن تحجز طياره، وفي عوض من الدفع بالبطاقة الائتمان ولا بالكاش ولا حاجة ولا التحويل البنكي، تستعمل الكريبتو والعملات الرقمية اللي عندك في المحفظة، وانستنت هو يعني تحويل فوري في الحين. هي متاحة لكل واحد، للتجار وللمستخدمين العاديين. تجار عشان يعرضوا المنتوجات اللي عندهم ويخلوها متوفرة للناس كلهم، المستخدمين الكريبتو. وبالنسبة للمستخدمين العاديين تتيح لهم مجالات يعني يشوفوا حجوزات، يشتروا عقارات، يشتروا سيارات، يشتروا اي حاجه باستعمال العملات الرقميه، لانه هذا هو المستقبل، هذا هو فين رايح العالم الحين. يعني كله حيكون كريبتو وعملات مشفره، هذا هو المستقبل. يعني والناس اللي في المجال اوريدي هم عارفين هذا الشيء وبيستخدموه في الغالب دائما. يعني واحنا بنشجع خصوصا المستخدمين العرب عشان يشوفوا هذا المنتوج، لانه حيحل كثير مشاكل للناس. مثلا الشراكه اللي قمنا بعملها مع ماجد الفطيم وجي اي هوتيلز هنا في دبي، يعني هذه من اولويات اللي الناس ممكن يعني تاخذ منها فكره على الباينانس باي، انه ممكن تستعمل الكريبتو اللي عندك عشان تشتري حاجات اللي ما كنت تقدر تشتريها بالكريبتو. اول نصيحه واهم نصيحه هي انه قبل ما يعملوا اي استثمار، يعملوا استثمار بالمدخرات اللي يعني ممكن يخسروها، لانه مش لازم يحطوا مدخراتهم اللي عايشين عليها عشان يتاجروا في العملات الرقميه، لانه مجال خطر. ولازم يعني الناس تعمل ابحاث قبل ما تدخل المجال، ما تدخل اي شراكه ولا شركه ولا مشروع حتى تسوي عليه ابحاث معمقه. شوف المشروع وش موجود، الفريق تبعه، اشنو هما المعاملات، اشنو هما الميزات اللي بيقدموها، وبعدين ممكن تستثمر. بس تستثمر في حاجه اللي هي مثل ما كان واقع في الاي سي اوز قبل 2017، وهذا هم مشاريع وهميه بياخذوا فلوس الناس وبعدين يسكروا. يعني لازم تستثمر في الحاجه اللي انت بتشوف فيها مشروع، والحاجه اللي تشوف فيها بعد مدى، يعني حتشوف هذاك المشروع عنده امتيازات وعنده طرق اللي حيحل بها مشاكل الناس في الكريبتو، باستعمال الكريبتو وباستعمال يعني تحويل من الكريبتو للفيات للعملات المحليه.